الثانية بعنوان الزيارة الأخيرة. حين يحط الموت على نافذتي ليقتطف أحلام دفتر وبعض أمنيات مؤجلة وأدعية مكبلة، ماذا سيبقى من الليل سوى مقعد مهجور، بخور كحل وقلم يتيم، وقصيدة بفستان أسود، وبعض خطوط تستدير وتستطيل تبحث عن أصابع تحملها للشمس. حين تزورني ستجد أن قهوتي دافئة وعطري ما زال حائرا يغرد في فساتيني، وقطرات من عشق أحمر زرعتها على شبابيك يقيني. كم ستحمل معك من الجدران، من الأقلام وأوهام تختبئ في أدغال جنوني؟ كم ستحمل وكم ستترك وكم ستنسى أيها الموت على وسادتي؟ لا تنم، لا تسجن الحرف، لا تكثر الهمس، خذ ما تريد ودع خطوطي تتسلل عبر ثقوب الوقت تنحت أسطورة أو خرافة. لربما ستنسى من أنت أو ستضيع كم الأيام بين دفاتر المكتئبة وقصائدي العارية. دع غضبي يدنو إليك واتركني، واتركني أستنشق غبار الموتى، أنفض عنهم مسامير الأرض وثاراتها الصدئة، لنعلن السلام، لنعلن السلام معك يوما وننام في مسامات الأرض ليوم واحد. زمان صائغ. Thank you.